السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الحبيبة أمي من جديد بمقدمتها المعتادة، دائما كالعادة فيديو جديد ووصفة جديدة. قبل ما نبدأ ونتكلم على الطبق دي اليوم، كان بغي نشكر كل المشتركين في قناة الحبيبة أمي، القدام والجداد، واللي ما مشتركش مرحبا به يدخل قناة الحبيبة أمي، ما يندمش إلى شارك في هذه القناة. وكنشكركم جميعا، وكنقول لكم بلا بكم ما غاديش تكون القناه وما كايناش الحبيبه امي. وكنشكر كل واحد كيخلي لي كومونتير مؤدب ومحترم اللي كيزيدني تشجيع في تشجيع، شكرا لكم جزيلا. بسم الله وعلى بركه الله، الطبق ديالنا اليوم هو الكسكسو بالروز. الكسكسو طبق مشهور ومعروف، طبق تقليدي عند جميع المغاربة، معروف عندهم ومحبوب عندهم من طنجة للقويرة. هذا الطبق هذا اللي احنا كنديروه بسميد، واليوم انا فضلت باش نديروه بالروز، روز بسميتي. هذا الروز هذا اللي كيعجبني بزاف وساهل في الطبخ. بطبيعة الحال عندنا الخضار، عندنا الجزر، البصل، لفت، فلفلة حلوة، عندنا القرعة خضراء، القرعة حمراء، الطماطم. وانتي سيدتي تقدري تديريه بجميع الخضار. توابل سهلة، ملح، بزار، خرقوم، سمن، زيت زيتون، واللحم على حسب اللي بغيتي، اللحم او الدجاج. والروز ضروري ما كيجيب هذا الروز تلدة، هذا الروز بسميتي. انا كتعجبني هذه النوعيه هذه لانها كتجي سهله ولذيذه وعندها نكهه خاصه. كنت تكلمت لكم على هذا الروز فيما سبق في اطباق كنت صوبتها. وهذا الروز سيدتي كيجي بجميع النكهات وبعديد من النكهات لا تعد ولا تحصى. انا اليوم درتو بالنكهه ديال الكسكسو ديالنا المغربي، يعني فيه الخضر كيف ما ذكرت لك. وغادي نطيبو بطريقه الكسكسو كيف ما كتنصبي سيدتي اللحم ديال الكسكسو، كيف ما كطيبيه، والطريقه باش كطيبي الكسكسو ديالك. غادي تطيبي هذا الروز، انا درت غير هذا الخضار حيت هي اللي موجوده عندي، وانت ديري جميع الخضار اللي كتحبي وكتروق لك. اما من ناحيه اللحوم لك الاختيار، اما ديري اللحم او ديري الدجاج على حسب الاختيار اللي عندك. والتوابل عندنا معلقه ديال السمن، مليحه، البزار، الخرقوم، وكيبغي زعفران شعره، انا ما عنديش، درت الدواء الضامه ديال زعفران شعره، زيت الزيتون. ودرت روز بسمتي اللي كيطيب سيدتي في 10 دقائق، ما تفوتيش فيه 10 دقائق. من بعد ما وجدنا الخضار ديالنا كنقطعوا واحد الطماطم وحده هي وبصله وحده، وكنقليو فيها اللحم، يعني كنشحروا فيها اللحم بالتوابل اللي عندنا، وحتى كيطيب هذا اللحم هذا. يعني دائما كنوصيك سيدتي من ناحيه الروى او المرق، حاولي ما تمرقيش بزاف، لانه هذا الروز كيطيب في 4 زليف مثلا. درا انا غندير 2 زليف، وجدت 2 زليف باش نقول لك 2 زليف ديال الروز هما اللي غادي اللي غادي نحضر بهم هذا الكسكسو ديال الروز. هاد 2 زليف خاصهم بالحساب، حساب مدقق، 4 زليف ديال المرق، يعني تعبريهم، خاصهم يتعبروا. والمكيال اللي كنعبروا به الروز هو اللي كنعبروا به الماء. دائما هذه الكلمه كنقولها لكم، الا عبرتي بالكاس كتعبري بالكاس، عبرتي بالزلافه كتعبري بالزلافه الروى او المرق. انا درت 2 زليف وبقى ليا داكشي اللي بقى، ان شاء الله غنصوب لكم واحد البايله سهله باذن الله، انتظروها مني واش هذا الاسبوع او الاسبوع الماجي، انتظروا مني هاد البايله بسرعه كتوجد، وتقنيه سهله
قبل ما نديرو اللحم ديالنا يوجد يطيب، درنا الروز أننا غادي نعمرو عليه الماء دافي، يكون دافي بزاف حتى بغي يكون بارد، وغادي نخليه حتى تبقى لنا 10 دقائق. نبغيو ننزلو الأكل ديالنا عادة باش غادي نرميو الروز نطيبو. خلينا سيدتي الروز يرتاح في المويه دافية، وغادي نصبو الحيمات ديالنا مطيشة وحدة، بصلة وحدة، والتوابل اللي عندنا، والخضار كتبقى على جنب حتى كيطيب لنا اللحم. الوقت اللي كيطيب اللحم كنحيدو اللحم وكنرميو الخضار باش كيجينا اللحم، كنعاودو نردوه في الطنجرة كيبقى هو الفوق. كنخليو القرعة حمراء للآخر. عندنا تقريبا ما بين 10 دقائق حتى 5 دقائق حتى 15 دقيقة تكون الخضرة عندنا واجدة. درنا الخضار، درنا الحمى من فوقها، وغادي نخليوها طيب. الوقت اللي غادي توجد لنا الحمى، الوقت اللي غادي توجد لنا الطنجرة عفوا بالخضار ديالها، غادي نزيدو عليها القرعة. ما شاء الله الحيمه ديالنا وجدات، المريقه ديالنا كتشوفوها انها كتبان خاطره وزوينه ولذيذه بطبيعه الحال. انت دائما الملح على حسب الرغبه، والفلفل الاسود على حسب الرغبه اللي كتبغي سيدتي، وكتحطي القريعه نفس الطريقه اللي كتصوبي بها المرق ديال الكسكسو، وكيجي هذا الروز كيجي خفيف وكيجي لذيذ. من بعد ما درنا القريعة وجدت لينا، غنحاولوا ما أمكن كاع هاد الخضر اللي عندنا هنايا كنحيدوها كنزولوها، وكنخليو غير المرق اللي غادي يطيب فيه الروز. وبطبيعة الحال هاد المرق غادي يكون معبور بهاد الزلافة البيضاء اللي عبرت بها الروز. غادي تعبري جوج دليف أربعة ديال الماء، إلا ما قدكش هاد الروا في العبار كتزيدي الماء باش كتكملي 4 دليف. وغير كيغلى الماء ديالنا اللي عبرناه، هنا عندنا 4 دليف ديال المرق، غير كتغلى كنرميو الروز كنصفيوه وكنرميوه، وكنخليوه على عافية مهيلة بحال الشمعة. وكيجينا بهذه الطريقة 10 دقائق ما شاء الله، كيجي روز مفتول، كل روزة بوحدها. وهذا الروز سيدتي إلا بقى عندك وكتبغي تسخنيه كتسخنيه تفوريه في الكسكاس عندك هو ليبات. هذه فكرة كنعطيها ليك دائما، ليبات والروز كتسخنيهم في الكسكاس، والوقت اللي كيوجد كنستفوه بهذه الطريقة بحال الكسكسو. كنحطو الروز ديالنا وكنحطو الخضيرة، وكاينين طرق، مثلا هذا صحن عائلي يعني ياكلوا فيه 3 الناس، اما الا بغيتي تحطي لواحد بوحدو كتعاودي تقادي، اما ديريه بطريقة الكسكسو اما ديريه بطريقة مودرن. كيجي لذيذ سيدتي، حاولي تجربيه، كيجي غزال وكيجي لذيذ. انا درتو هاد الجمعه هادي، حنا معروفين المغاربه الكسكسو نهار الجمعه، كاين اللي الا ما دارش الكسكسو نهار الجمعه كتلفلو اليوم اشنو. المهم سيدتي انا شاركت معك هاد الطبق، هذا طبق جديد غزال كتنوع باش ما يكونش عندك الروتين، دائما نوعي وابتكري وخلقي الحويجات زوينين للزوج ديالك والوليدات ديالك والعائلة ديالك. كنتمنى سيدتي نكون خفيفة على القلب ديالك ونكون مفيدة بالأطباق ديالي ليلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.